انت يا امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشة. ايه؟ باهي برشة. انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك. نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل باصص لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا. تعالى. صباح الفل. قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم. شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي. سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. وي كام تو هيلب يو اند وي هاف سمثينج فور يو. فور مي؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لمؤاخذه علم عليك في الماظه وطلع منك 1.5 مليون يورو؟ مروان ابو عرب تشيتد يو اند توك فروم يو 1.5 مليون يورو؟ ذاتس كوريكت. هاو ديد يو نو؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته لمؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفته يا امير في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته وانه راجل وجدع و100 100. هي نوز ايفري ثينج. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. You will return all your money. How? فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السوداء دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that? شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه، لا بص بقى في دي وانت بتترجم له. ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت؟ يلا يا امير يلا. يلا الو. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقوله لي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني. طب ما انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم، مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم. وبعدين ايه لازمه البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، ما فيش اي حاجه. يعني ايه ما فيش حاجه؟ يا نجوان احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا. وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكم وكبداكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداكي، انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداكي. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه. بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا. شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب اللي طيب انت عاوزه. طيب طيب خلاص 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 هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دمي يا. يلا بينا. اوعى وسع يا ارسم ارسم. ضاع علينا احنا الترقيه وتقعد ترسم انت. ترقيه انت هتمثل؟ ده لولا اني اتدخلت في القضيه كان زمانهم نقلوك اداره الكلاب. ماشي يا عم روميو، اقعد انت استنى ست جوليات بتاعتك 10 15 سنه كده لغايه لما تخرج لك وتروحوا انتوا الاثنين دار مسنين. هايدي هتخرج، انا متاكد انها بريئه. انا عملت اللي عليا وسلمتها لهم مقشره. يعملوا هم بقى اللي عايزينه. يدوها حكم، يدوها براءه، يدوها مكافاه براحتهم. انا بقى الاسماعيل بيه عايز يشيلني قضيه غسيل اموال كبيره وانا لسه ما ريحتش. ربنا يستر. بس عارف احنا لازم نوقع الواد اللي اسمه مروان ده. ما ينفعش هي تتبهدل البهدله دي كلها وهو عايش ملك بره كده ومتنعم بالفلوس دي كلها بره مصر.
لا توقع مروان ده الموضوع سهل خالص. بص انت تنزل على شارع اليونان تجيب لك مايك كده وتسيب حالك ومحتلك هنا وتقعد بقى تنادي على مروان انت فين يا مروان والحاجات دي. انت بتقول فيها؟ انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان اجيب الواد مروان ده واخلي هايدي تطلع براءه. انت بترسم ايه؟ برسم هايدي. ايوه بقى يا سوكا يا عسل، نجم مصر يا جدعان، والله العظيم نجم مصر. بقول لك ايه يا ضرب؟ عايزك في موضوع كده بيزعل شويه. الله الله الله، ليه بس كده؟ الله، ده طول عمري اقول سوكا هو اللي حبيبي، هو اللي بيفرحني، هو اللي بيزعططني هو. بقول لك ايه يا ضرب؟ سيبك من شويه دول، انت ياما فرحت وياما هتفرح بعدي. لون شكله كاتم كده يا سوكا، هو ايه الحوار بالظبط؟ الحوار كده محتمل اغني لك ونت هودعك. مين اللي طمعك؟ مين اللي عشمك يدفع لك اكتر؟ الفلوس مش كل حاجه شيء. على فكره اداره انا عمري ما بيع اي حد عشان خاطر فلوس، من الاخر كده انا امي مربانه على الطبليه، انا مش خسيسه صاحبي. امال ايه الحكايه نجم مصر؟ من الاخر كده ابو النسب مش عايزني اغني في كبرهات، ومن الاخر كده انا قلت له امين، انت عارف ما اقدرش اقول لا. خلاص انت ماضي معانا على عقد لمده سنه. السنه لسه ما خلصتش. بتدفع شرط الجزائي لو عايز تخلع 1,000,000 جنيه وساعتها بقى انا اللي هغني لك بودعك. 1,000,000 جنيه انت بتحلم يا عم الامور ولا ايه؟ خلاص يا عمنا يبقى تكمل معانا 365 يوم بالمحبه وبالتراضي كده. يعني ايه ادارك الكلام ده؟ انا بكلمك في الصح عشان خاطر مصلحتك واسمع مني انا. النسب اللي جيبك على وشك اديله قفاه. انت شايف كده يعني؟ اه طبعا. حبيبتي يا نجمه مصر ايه الجمال ده؟ اكيد هو ده الفن الهادف اللي بيقولوا عليه. هادف هادف قوي. بقول لك ايه؟ اشوف وشك بخير انا. يلا حبيبي اتكل، سلام. ده الهادف ده؟ عملت ايه؟ قرصت لي ودنه؟ عيب عليكي، ده انا قطعتها له. هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ انتوا يا ستات، انتوا يا نسوان، البنت دي بتقول عليكم زباله وحورتجيه. حورتجيه؟ نعم يا روح امك، شايفه نفسك علينا اياك ليه؟ هو انت احسن مننا في ايه؟ ما تشوفي نفسك يا بنت وانت عامله زي الخصايه المصديه. بقول لك ايه انت وهي؟ انا لا قلت عليكم ولا عدت، وكلمه ثانيه هنزل شباشب العنبر ده كله على دماغكم. نعم يا روح امك، شباشب ايه يا بنت؟ ده انا اللي هفتح دماغك. انا اللي هفتح دماغك يا بنتي. بقول لك ايه يا ابله؟ انا هسيبها مخدره للعزوز وبيجي يطلب المليون جنيه. ما بلاش يا سوك، الناس دي ولاد ليل وشوارع وعداوتهم وحشه. هو الغنى بالعافيه يا ابله؟ انا اول مره اشوف مطرب بيغني بالعافيه. معلش بقى يا سوك، وان كان على السنه دي نصبرها، وهو تكون عملت لك قرشين ينفعونا بعدين، ويكون عزوز نسي حكايه الكباريه دي خالص، اهو تعمل لك مشروع وتقول له انك بطلت شغل كباريهات. انا زهقت يا ابله، كل ما تفتح من حته تقفل من حته تانيه، مش عارف اعمل ايه. احمد ربنا، احمد ربنا ان هي بتفتح اصلا. مش عارف يا ابله من غيرك كنت اعمل ايه. ربنا يخليكي ليا. هيدا ابو طالب زياره. مالك؟ مالي؟ انت ليه بس بتعملي كده؟ ياه، معاملتي مضايقاك قوي؟ يا هايدا انا شرحت لك موقفي اكتر من مره. اه، وان حضرتك لازم تنفذ القانون، صح؟ ايوه صح. وما دام صح، جاي تعمل هنا ايه دلوقتي؟ طب تعالي اقعدي. اقعدي طيب.
اسف. حقك عليا. اسف بعد ايه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ يا هايدي انا ما كانش قدامي اي حل تاني. كان لازم اجيبك هنا الاول وبعدين اثبت براءتك. وبعدين انا وعدتك ان انا هفضل معاكي. وهو ده اللي انا بعمله دلوقتي. وهفضل جنبك لغايه ما تطلعي براءة ان شاء الله. اتفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها. كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنه سوريه رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجه الوحيده اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكره كوريا اللغه اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. ايه؟ هي لغه نداره فيها والسلام يا كوريا. انا ما اعرفش ازاي انت اصلا كان ممكن تتكلمي مصري. لا اخوة ان شاء الله هندية. لا 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 ابوس ايدك، كفاية عليا التركي. اسمعي، الأوضة دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد كده، مالكيش اي علاقة بمصر. اسمك الجديد ايه؟ نسيت نبي، كنت فاكرة بس نسيت، معلش يا كوريا. حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده. المفروض ان انت كنت قاعدة مع مروان المرة اللي فاتت وكنت حافظة كل حاجة حصل ايه. والنعمة كنت حافظاه، كنت حافظاه، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البوق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوان هو ده ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحدة اسمها ديما؟ يعني انت فاكرة ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا القصد، المفروض ان انت سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات، قصدي كرة سياحية كبيرة جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينة ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفة احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تلاقيش، انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازلة على الانترنت بتواريخ قديمة، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازلة باسمك وبصورك واضحة 100%. نهار اسود، انت نزلت صورة على النت زمن العيال في بطن البقرة خدوها وعملوا بيها صور عريان. بطن البقرة ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها يا كوريا؟ مروان اكيد لما عرف اسمك من المطعم اول حاجة عملها دخل على الانترنت وعمل سيرش عنك انت وعماد، بدليل انه هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك، معلش كني ما قلتش حاجة. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانت مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمة، بس انا مش عارفة كده، الحاجات دي عاملة زي الافلام الهندي وحاساها مش متعشقة في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجة ماشية صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفة يا اخوان لوكاندا اللي ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايز افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا ما في حمام واحد في شطاف. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي؟ طيب خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. انا يا عماد، ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخفيش على الغسيل. بغسل فيها بقى لي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع انا. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطه اللي احنا رسمناها له بالظبط. خطه ايه اللي احنا رسمناها؟ الراجل طب عليا في المكتب وانت معايا، خطه ايه؟ ده مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي. يا اختي مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟
خلاص يا نان يا حبيبتي، اهدي بقى واطمني، النجم مش هيتنيها تاني، واذا كان النجم من بطن البقره فانا لا مؤاخذه صاحب الزريبه. لا 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 يا عزوز، سوكا ما نكلمهوش كده، ده انا الناس عندي كلهم فوقهم، وسوكا حبيب قلبي ده فيكم تاني خالص. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، طب والله العظيم والله العظيم احلى رقصه فيكي يا محروسه. انت هتشكله عليا ولا ايه؟ خلاص يا نان، سوكا ده في قلبي، كرامه ليك انت بس يا ناني، وربنا يحط لنا في الحته اللي محطوط فيها في قلبك من غير ما يدفع لك نص حنجرته يا ستي. سلام. ابو السكاسك، ابو السكاسك، في مزمزين عاوزاك. مزمزين؟ ما انا حتى استغربت قلت لهم مش عوايده، بس هي قالت انا عايزه سوكا. قالت لك سوكا؟ اه، هي مزه مهذبه كده وبتقول اسمها الست هاجر. هاجر؟ اه. انت متاكد؟ اه متاكد. اوعى. هاجر في ايه وايه اللي جابك دلوقتي؟ كان عندي مبطشيه في المستشفى بس انا ما رحتش، وبعدين كلمتك كتير قوي على تليفونك كان مقفول. ما انت عارف يا هاجر ما بقى على المسرح بقفل تليفوني. الحقني يا سوكا. في ايه يا هاجر كلمني؟ اخويا فواز جاب لي عريس. ايه؟ عريس؟ بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يومه وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبه قوي، انا اول مره اسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس احنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. اه ايوه صح صح. فضل. انا مش عايز بس اكون ازعجتكم. لا ابدا، فضل فضل. انا سامعك. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا؟ من الشام. من الشام؟ الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها حكم، انا الشام حافظها زي كف ايدي. اه منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه. لا، مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه، انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه، اللي جنب سوق الحميديه. ايه، سوق الحميديه. الله، دي منطقه جميله جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليلي اللي في مصر. ايه، بسمع فيه، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سورية وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجه واحده. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جايين النوم. اه طيب، انا هخش انام بقى. تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسألك، انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. انت في الشغل. طب انا عاوزه اتكلم معاك في حاجه. خير، قولي. فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما احس نفسي ان انا مش خايفه منك احكي لك؟ اه. ايه، مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعال يا حبيبي. انا معاك. اوبا اوبا. ها؟ ادي قعدتي. ايه في ايه؟ كنت عاوزة أقول لك إن أنا حامل. أيوة أنا حامل منك. في إيه يا مروان؟ هو أنت سكت كده ليه؟ أنت زعلت؟ أنت زعلت؟ لا لا، زعلت إيه؟ ولي زعل؟ أصلاً أنا فرحانة قوي. عارف يا مروان، نفسي أطلع أتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان، اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي، بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان، انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي، وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان مالك؟
لا مفيش يا حبيبتي يا سلام، لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك لك. وقد أوضحت موكلتي في تحقيقات النيابة سقوطها ضحية لشريكها الهارب خارج البلاد مروان أبو عرب واستيلائه على كل أموالها بجانب قرض البنك، وأنه يمكن مراجعة ذلك من خلال تتبع خط سير النقود المهربة، وأنه تم تهريبها في جميع مراحلها باسم المتهم الثاني الهارب. ونلتمس من عدالتكم إفراج عن موكلتي أثناء التحقيقات، حيث أنها لها محل إقامة ثابت ولا يخشى هروبها بدليل حسن نيتها وتسليمها نفسها للسلطات قبل إلقاء القبض عليها كما هو ثابت في المحضر الرسمي. تجدد الحبس للمتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد في الميعاد. وانت بقى عرفت حكاية الشارع الأموي السوري دي منين؟ نبي خيال أعرفه ولا عمري شفته. ألا أمال إيه؟ شوف، هو أول ما زنقني وسألني إني ساكنة فين أنا اتلبشت، بعد كده لملمت نفسي وقعدت أفتكر عندنا في مصر، قلت آه في شوارع كتير قوي اسمها شارع الجامع، وأدام الجماعة السوريين دول برضك مسلمين زينا يبقى أكيد هما كمان عندهم كده، قمت طخاه. طب ما أنتي ذكية أهو يا كوريا، بتعرفي تتصرفي. طول عمري والنعم، ده أنا كنت بطلع العشرة على مدرسة الصنايع، ومرة طلعت السبعة على الفصل عندنا. برافو برافو. بقولها يا دكتور، لو انت يعني ما سمعتش اي اخبار تاني عن كبدكي من ساعة يعني ما سمعنا اول ما جينا؟ لا ما سمعتش عنه اي اخبار، ومن فضلك ركزي في اللي انت جاية تعمليه وبس. حاضر، انت ربنا يتوب علينا بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفي ان شكلك لايق جدا في الحاجات اللي انت عايزة ربنا يتوب عليكي منها دي. لا اخويا شكر، الحمد لله، ده انا عندي مشيتي كده في الحاره برنسيسه كده اهو براحتي بالدنيا، ولا الطقميطه اللي انتوا فيها دي، ده صحيح اللي يشوف بلاوي الناس دون عليه بلوته. تعرف يا كوريا، الرضا اللي انت واصله له مع نفسك ده هو ده الهدف من الحياه، هو ده اللي كل الناس بتجري وراه ومش عارفه توصل له. لو قلنا يعني مش فاهمه الكلام قوي، لكن شكله كلام حلو. شكرا. بصي النهارده بالليل لازم تقابلي مروان. يا دي النصيبه السودة كوريا، كده فات وقت مناسب علشان نتحرك وبسرعة. يا راجل أنا منين ما بشوف عينين الراجل ده، جدتي كده بتتلبش. أنا عارفة البنت جولي كانت مخدوعة فيه ازاي، ده ريحة الشر فايحة منه كده، ولا اللي شارب حلبة في عز الصيف. الحاجات المقرفة اللي أنت بتقوليها دي، ما أنت كنت ماشية كويس جدا المرة فاتت وأنا سامعك والتليفون مفتوح، كنت عمالة أسقف لك وأنت بتتكلمي سوري زي السوريين بالظبط. شكرا يا دكتور. اسمها دكتور. حاضر. اسمعي وأنت قاعدة معاه ما تجتهديش في حاجات انت ما تعرفيهاش، وانا نبهت على عماد لو سالك سؤال صعب هو هيرد بالنيابه عنك، وانت تقالي كده ما تتكلميش كتير. اتفقنا؟ ماشي، ربنا يستر بقى. والنبي انا البت جولي دي صعبانه عليا، يعني هي مرميه هناك في الضيقه اللي هي فيها دي، وهو هنا عمال يبرطه زي الحمار، عمال ياكل في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا الحمار بيشبع. يا باشا طب وكتاب الله الجندفلي والقعده دي فكروني بابو ايه، كاني في اسكندريه بالظبط. ومين سمع ابو اير وسيدي جابر ومحطه الرمل ومنشيه وبحري؟ الله، ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه يا ابني، انا من الوراق يعني ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا عارف يا ابراهيم، انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي ياما كنت بتنطط برضه والدنيا بتخبط فيا واخبط فيها. طب وربنا المعبود، دي شهاده ووسام على صدري يا باشا. اه والله ده شرف ليا. التنطيط حلو اه، بس مش كل حاجه، لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس، بس لو في ده يجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا، انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش. او ربنا يا باشا. اه عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني؟ لا مؤاخذه، يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعك. اقطعه.
لو دراعي كده تقطع. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان، يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمة دي على عيني يا باشا، كان مسافر، يمكن رجع دلوقتي ولا حاجة، بس وربنا كان مسافر وقتها. ثلاث ايام جربته جربتك. امين. هي هايدي، هي هايدي، فرفشي كده يا هايدي. صحيح انا مش بطيئك، بس صعبان عليا قعدتك. ما كانوش 15 يوم يا بنت وتجددولك؟ مش حال لما يتحكم عليك يا بنت وتروح القناطر تعملي ايه؟ مالها يا وينج؟ جددولها 15 يوم عشان كده قاعده زعلانه. مالك يا اسمك ايه؟ اسمها هايتي. ودي داخله في ايه هايتي؟ هي لحد دلوقتي مش راضيه تقول، بس انا سامعه الصوله بتقول اللي هي داخله في نظم. نظم؟